السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شوكم شو أخباركم؟ معاكم مايت موكا، وبعد ما رجعت من المونتاج أول شيء راح يطلع بوجهي طبعا سمعة. دعم فيني بعدين قال لي أوه موكا خذيت الوسام إترنا سيتي إز ذا نيكست بليس. إترنا سيتي لازم أروح حق إترنا سيتي لأنه هو الوسام الثاني اللي راح أروح له. ما تقدر تروح من الطريق هذاك الا لما يكون عندك اللي هو جاري، وانه درب البوكيمونات وكذي، فبيروح حق تيرنس سيتي. المهم كان حوار كذي سريع بس بيني وبينه، فنشوف هني انا كنت طوفت هذول انا قبل to celebrate my getting through this game. فعلشان تحتفل انها طلعت من الكهف هذا تبي تبارى وياي. تيمجار ما مو ذاك الزود، عندي استونش فيها تشانس فلينش حلو. ستامب الحين شكل ستامب قبل كان حلو. اظن اني راح اطوفهم علشان ما اكل منهم ناس واجد. الحلقه مر عليها دقيقتين، راح بس علشان على ما اشغل. اي انا عندي روك سماش الحين، ها ليش ما اعلمه؟ ليش ما اعلمه روك سماش حاليا واشوف شنو الوضع اللي راح يكون؟ مر على الحلقه خلنا نعطيها هالكثر. سترايجل بوكيمون لا وين روك سماش يوز، اعطيها حق بوكيمون. بوكيمون بعطيها حق نفاريان روك سماش. حلو ان تكون موجوده عند شو اسمه تشارمندر او انا يتعلم بلي درام. ف طبعا بنزلك استخدم بلي درام، انا مو بايع نفسي لهالدرجه هذه. ادري ان انا رايح غلط، او اظن ان انا رايح غلط اصلا، لكن في الحالة هذه انا راح اشوف شنو ممكن يطلع وياي. اظن ان انا رايح غلط. سايكيك اوكي الحركة هذا اول واحد. انا اعتبر داخل نفس الكهف اصلا اللي طاف، فاساسا ما راح اصيد شكريته. راح اعطي رنوي بس علشان اختصر. كاتربي هذه حلوة عاد. يلا عاد خليني اخذ الايتم ديستيني نوت. ديستيني نوت هني لحد الحين ما كان نازل عليها اللي يسمونه البف مالها، ما نزل الحين. هني ما راح اقدر اطوف في المكان هذا اللي بقاري، فاختصارا الوقت انا راح اطلع من المكان بسرعة. راح اقعد غصبا عني ضد دكتيريو. عطني قرار بدخل خرتيت. اوه ستامب ستامب. دفنساته ضعيفة، لكن انا ما كنت ابي اجازف ايرث كويك ولا شيء كذي. بعد الواحد ما يدري بالنزلك شنو ممكن اللي قدامه يكون عنده. فهني شنو اللي طالع لي؟ شنو راح يقولوا لي من هني؟ اوه شي حلو. شوف طريق ثاني. لا انرجي باودر. شنو كانت تسوي انرجي باودر؟ ما اذكر شنو كانت تسوي انرجي باودر. مانشلاكس من اصعب البوكيمونات اللي الواحد يحاول انه يصطادها
او يحاول انه يفرخها، لان وجود الانسنس كان صعب. فهني وصلت حق المدينه، طلع لي هذا tell me have you not obtained a body ball عشان يعطيني اياه. فهني قاعد يقول لي لازم اروح حق المكان اللي قال لي قبل شوي شو اسمه اللي رحت له ذيك المره وقال لي تعال لما يكون عندك وسام على الاقل. ف راح اهيل لان اظن انه راح تبارى مع اللي فوق هذول، اذا اتذكر فعلا اتذكر راح تبارى وياهم اعتقد. اشوف الحين شنو ممكن يصير. لا بروفيسور كان يبي بروفيسور يجي وياهم، اذا ما تفاهم وياهم راح يضربونا يطقونا عاد كيفهم. قاعد يقول يعني هذا يعني يقول يعني ما راح اتفاهم وياكم. لا يعني لا تتكلمون ولا يعني لا تسببون أزمة من غير نفعة ولا تخربون مشاكل هذا. والصوت العالي ما يخرع. وبعدين قام يعطيهم أشياء ثانية، قام يسفل فيهم. فالحين يبون يطقونه تيم جالاكتيك، ما راح تبارى وياهم. فهني تيم جالاكتيك ثيم اثنين، انا اللي قاطه قدام دير اي لانه هو اقل ليفل عندي. هي اخذت برونزر، ابي اعطي استانش على انه سوبر افكتيف واحتمال فلنش روك ثرو. لا نوت فيري افكتيف. سبندا قاعد يسوي ابرور راح يدمجنا اثنيناتنا مع بعض. ابنوسز مسسها، ابرور قاعد تكمل. سول روك ان شاء الله الحين يموت. اعتقد سبندا هني كان عنده كونتريري ولا ما كان عنده كونتريري. وابرور على افاي انا بعد، لا على امبريزم سيل ذا موف. صدق الحركة، صدقون الحركة هذه ما اذكرها. الحين تخلصنا من سول روك، هذا اهم شيء. ليفل ابرور زين، سويتي شيء منك فايدة. ستمب الحين ستمب على راسه. طب برافيتس باور 30. فالحين قاعد يتحلطمون عشان يخسرون ضد الاطفال. يو ليف اس نو اوبشن وي ريتريت فور ناو. يبون ينحاشون الحين وراح يجون بعدين. فراح قاعد اطوف الكلام الحين اللي راح يصير هذا كله. يبوني اروح اخذ البكمالون. فيري جود فيري اكسلنت تي في. يبون يسوون وياي لقاء فاشن كيس علشان اخذ ال البس الهدوم مال الهدوم هذه والبس بوكيموناتي. الاشياء هذه انا راح اتغاضى عنها، خصوصا ان الاشياء هذه راح تاكل ما هو مو التلفيل العادي اللي ودك انك تسوي، ولا راح تاخذ منه فايده نفس بيكاتشو البروفيسور ولا بيكاتشو العجيب وكذا. وانا لازم اصعد فوق الحين عموما، لكن ابي وين ال هني اوكي. فهني اكلم هذه ولا اكلم منه اللي راح تعطيني؟ شنو راح تعطيني انت؟ لا ما بيدش عند هذا. وين الزون هني؟ اوكي ما يهمني نهائيا حاليا، هذا كله ما يهمني. فرجع مره ثانيه هني وندش رود جديد، ولا انا خلصت من هالرود هذا؟ لا انا خلصت من هالرود هذا. كنت بصيد فيه بوكيمون وما صدته. كان الكهف هذا مسكر على ما اظن. يا طالع الصوب الثاني.
اي الكهف هذا كان مسكر، كان ما يخليني ادش الكهف هذا اللي واقف هني. روك سماش 204 اعتقد رقمه. الكهف هذا اول مره ادشه، طلع قدامي على طول امبليون ستمب نوت فيري افكتيف. لا يموت يذبحنا بعدين سمعه، امبليون يموت سمعه يزعل، من افضل بوكيمونات بالنسبه له. ف انصاد امبليون. امبليون شنو اسميه؟ شنو ممكن اسميه امبليون؟ شنو ممكن اسميه امبليون؟ عرفت له اسم جدا حلو. اللي لعب ديسغايا، اللي عارف لعبه ديسغايا راح يعرف ان في بطاريق موجودين هناك. البطاريق هذول كله يقولون دود، فانا راح اسميه دود عليهم. فاللي لاعب ديسغايا، اللي عارف ديسغايا راح يعرف القطه هذه. اللي مو عارف لعبه ديسغايا، لعبه يعني ار بي جي حلوه لكن يبي لها مزاج. دبل سلاب، دبل سلاب منو اللي يتعلم جيم 7 عندي؟ ما اعتقد في احد يتعلم جيم 7. ودي الفل امبوليون داخل الكهف هني. لا خليه حق حلقه ثانيه، خليه حق حلقة ثانية. تعال خلنا تبارا وياك. أنا راح أتكلم وتكلم بسن دول. تحب ريحة ال، تحب ريحة الزهور. ستامب، شكل ستامب حلو. هنسوي ستامب حيل شكلها حلو. طاح. كارفناين أنزل دود، خلي ينزل بعدين اسحب دود انزل مكانه نفاريان. فاين ويب ما راح تدمجني، ولا كانت حتى راح تدمج دود. امبر اوف، عاش على واحد. روك سماش دود ليفل 6 ثلاثة كل شيء 2 1. ليفل 7 ثلاثة كل شيء 2 حلو. ليفل 8 ثلاث ليفلات في مباراة واحدة حلو. راح يلفل وياي على راحته. ريفايفل هيرب، ريفايفل هيرب كان لها فائدة ثانية. اعتقد المكان اللي انا فيه هذا بس ابي اطوف هذا الشخص، هذا بطوفه. انا لازم اتبارى وياهم او انا بتبارى وياهم. قاعد يعني يقولون انهم وي كان وان شوت ذس ترينر كانت وي ليز وي ار ذا سترونجست، يبون يفوزون عليه بضربه واحده من غير ما يتعبون. يعني هبنو دراتيني هذا شيء، انا بسوي هبنوسز على دراتيني و فاريان. خلي يعطي دراتيني دراجون ريج، اذا ما ذبحته بطقه واحده ذبحته بطقه واحده. فراح دير راح يمسس ليفل 19 نيفاريان، هيبنوسس راح تمسس. انا غلطت اني اعطيت هيبنوسس ودراجون رايج بنفس الوقت، فراح اعطي هيبنوسس حق شو اسمه، راح اطقه بامبر. نزل عليه بار، يعني رجاء، يعني رجاء. ستمب روك سماش راح تعوره، ستمب راح تذبحه. او طيح الدفنسه، ستمب راح تمسحها اصلا، مو راح تذبحها بس. فهني نشوف شنو اللي راح يصير. ثلاثة اتاك شيء حلو. احاول ينحاش منهم. فولبيكس حلو ان وصلت حق مدينة الزهور. مدينة الزهور، المدينة هذه كانت اعتقد اول مدينة هني اللي تاخذ الباري والاشياء هذه. اعتقد ان انا راح اطوفها، اعتقد ان انا راح اطوف في المدينة هذه واروح حق مكان ثاني، او غصبا عني راح اجي حق المدينة هذه. اكواتيل
شنو معقول يكون اكواتيل؟ من يتعلم عندي اكواتيل؟ في احد يحتاج اكواتيل؟ امبوريون راح يكون قوي مع امبليون. امبليون راح يكون قوي. Aren't you? We don't complain, but bug grass. ما ادري شنو قاعد يتكلم عنه. انا مو عارف وين اروح بالضبط. فراح اجي من هني. اوكي هني التكملة. حلو. اب. حياك. هلب ترينر بليز هلب. قاعد تطلب مني اني اساعدها. فبليز ترينر I want to see my papa. He's at the valley work. ف هو قدام هني فالي ويند وورك. خل اشوف البوكيمون اللي ممكن اصيده هني. اول بوكيمون طلع ضدي ابزول. حلو. ستامب. لا يموت 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 لا يموت. صاد بوحده. خرعني 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 خرعني. راح اسميه كلاود. كلاود. فصاروا عندي الحين كمية من البوكيمونات الحلوة. اعتقد لو اعطيه ستون بالحين راح يموت بطقة واحدة. شو انا ما مات. خلصوني. ابي اخلي البوكيمون اللي قدام سويتش. ابي اخلي اللي قدام اللي هو بوريون. ادري ان الحركه هذه نوعا ما ديب سي توث. اعتقد هذا عشان تطور فيها بوكيمونات معينين. قاعد يتكلم انه ما يبي راح يخليني ادخل وان هذا ما راضي اتشارك وياهم فهم مسكرين عليه الباب لان يرضى ان يصير وياهم. فاول شيء راح ينزله ميتا جروس. ميتا جروس كان من اقوى البوكيمونات الموجوده باللعبه. كان اقوى بوكيمون موجود باللعبه تقريبا ميتا جروس. Not very effective لكن أشوى أنه ما عنده الحركات الخيالية نفس تيك داون. لا 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 تيك داون تيك داون تيك داون تيك داون. أشوى أن تشارميليان اللي عندي أشوى أن تشارميليان اللي عندي قوي. دود ليفل 9 دود ليفل 10 أشوى أن تشارميليان اللي عندي قوي. هذا اللي اقدر اقوله. Isn't just great getting owned by a kid. Worky not here. My flower patch have another one. Haha. In that sense I'm no longer the loser. Okay راح looked from the other side. Okay لازم اروح احاول اني اكلمهم. بس اول شيء راح اهيل نفسي بعدين ارد اكلمهم. فدود راح احاول اني اوصله ليفل حلو. راح يصير عندي بوكيمون واتر بوكيمونين واتر وبوكيمون دارك وبوكيمون فاير. يعني راح يكون عندي بوكيمونات واجد اقدر اتصرف وياهم بشكل كبير. راح اقدر اني استخدمهم راح اقدر اني استانس فيهم. فهني مفروض انه يكون هني راح يكون عندهم. Enough arguing hand over the sweet do as we say team galactic that honey. يبون العسل فانا راح اتبارى وياهم. That solution we stay. يعني انا لازم يطقوني علشان يسكتوني من الموضوع. بيطقون اللاعب بيخطفونه ما يدرون. فيرت. فيرت اقدر اتصرف وياه صح؟ ليفل 13. شنو راح يكون عند فيرت شيء يخرع؟ اعطيه قراو. شوف عنده فورسايت. الطقة الجاية راح تنزل علي 100%. مو مهم حيل السالفة هذه. ديفنس كير. سبيد اطاح. فيو سوايب. لو تهاوش انا وياه نيل السنه الجايه ما راح راح اطوف صراحه هذا. لان اذا تبي تشوفوني انا اعطيه بابل وهو يعطيني فيو سوايب السوالف هذه. انا راح اتكم لكن
زادت عليه كريتيكال. حلو. ليفل 11. سورد دانس تعلم. انا تبيني ادري ان امبريون يتعلم تعلم سورد دانس. وهي ليفل يتعلم سورد دانس. ما كنت اذكر انه كان عنده الشغلة هذي. ف عطني لير ما فرقت سورب دانس بايت. ها نوت فيري افكتيف حبيبي. احنا مو بالجيل السادس. عطني لير ثانية ما يخالف. تاكل واحدة راح امسح ثلاث ارباع. من انزل ضده؟ انزل ضده لا بايت سوبر افكتيف. انا سويت بايزن ستينج مو سوبر افكتيف. بايزن ستينج عادية. دود ليفل صار ليفل 17 عندي خرتيت. سوينوب 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 سوينوب. انزل ابزل خلي يستفيد من الليفل. ابزل اللي انا خذيته هذا دفنسة. شنو الحركات اللي عنده؟ سكراتش دونت فينت. انا ليش طقيت لير بالغلط؟ طقيت لير ماد سبراوت. هنشوف اعطيه تنت راح يصير له استراجل. تاكل. عنده تاكل سكراتش. والله ابزول اتاكه زين يعني. صدقنا اعطيت لير واحدة بالغلط. سبيد اهم بعد مهين. هو على العموم ابزول مو ذاك السبيد. يقول ان اللاعب قوي جدا. We're done for here. Let's go back to Valiant. فراح يرجعون حق المكان هذاك. انتهوا من المشكلة هني. فهني انا راح اقول له السالفة. اعطيه المفتاح. مفتاح واقول له ان بنته محتاجته. طبعا العسل في الفترة هذه اذا تذكرون فترة بلاتينيوم كان العسل من اكثر. شفتوا سويت سنت؟ حركة سويت سنت اللي تطلع الهورد. هذه كانت فائدة العسل في الفترة هذه. فكان لها فائدة حلوة كان تستخدمها وتطلع فيه. في شجر تحط عليه العسل هذا. الحين انا راح ادش اكسر راسهم داخل. اوكي. We have the key. Locking the door was meaningless. The losers after all. فالحين انا داش عشان انقذ احد. يبي يتكلم الحين. Fun games. This is no fun and games. The bubble work. I will tell. يقول يعني مو قاعد استانس ولا قاعد العب. هذا عمل حقيقي. فراح اوريك العمل. سورد دانس رافع اتاكي الحين دبل. واتر جان ما راح تاثر علي نهائيا اصلا. فراح اعطيه تاكل الحين. مفروض تاكل تاثر عليه. مفروض يعني. هذا وانا رافع اتاكي بعد. لو مو رافع اتاكي شو اسوي؟ اوكي انا بديت صراحة اشوف الاخطاء اللي انا قاعد اسويها. منها قاعد احاول امبريون. كونفيوجن. يا رجل موت. اوف. طيح اكيورسي. طيح ما ادري شنو. ودي اسحب امبريون من قدام. خليه ورا. فعلا صدق انا لازم اشيك على ابزول سوبر لك. كنا حركته صح؟ نوتي سموت في كلاون بريشر. اسف. سويتش خليه قدام.
امبريون راح احاول اني اغيره في فتره من الفترات، يمكن الفترات الجايه راح احاول اني اغيره. لانه مو عن، لكن انا حاب انه يكون عندي واحد من البوكيمونات ال واحد من البوكيمونات مثل الاساسيه اللي عندي. ايش قاعد يسوي هذا؟ سوى بايد بيليف سويتش بوكيمون ديبالي. فوديني اغير امبريون لان سلوبرو، او لا راح اخلي امبريون، يمكن اخلي امبريون واغير سلوبرو. واحد فيهم لازم ينحط على جنب. سلوبرو او عاشت على واحد. سلوبرو مريح بالنسبة لي، انه مريحني من ناحية الاتاك، مراحي النواحي كلها مريحني، عنده اتاك يفيد، عنده كل شيء مفيد. حلو، هذا انتهينا منه. الحين راح ادش على الليدر مالتهم، شوف شنو راح تقول. I'm the team galactic 3 commanders. No wait, that one of our my name is Mars. You don't understand either, do you? It's like saddening, so let's have a battle and decide. قاعد تقول هي واحدة من الرؤساء مال تيم جالاكتيك، وان واحدة من اربع رؤساء اسمها مارس، اسمها المريخ، ويعني قاعد سألتني سؤال ما عرفت اجاوبه. اصلا ما ادري شنو السؤال، حتى لو كنت راح اجاوبه ما اعتقد اني راح اقدر اني اجاوبه. في الحالة هذه انا راح اغير، راح انزل نيفاريان مثل كلو، نوت فيري افكتيف. اجرون او لايرون، هيد بات اتاكي عالي. هي عندها بوكيمونين ولا بوكيمون واحد؟ كنا عندها بوكيمونين. نزلت عليه كريتيكال الثانيه، ما كانت مهمه كريتيكال الثانيه. كلاود ليفل 12، تعلم كويك اتاك بس مو راضي ياخذ حركه مكانه. فينت مو ذاك الاهميه، لازم اللي قدامي يسوي بروتكت عشان تشتغل ضده. تبي تنزل ديتو، ف انا انزل ابزون. ديتو ما للحين ما عنده امبوستر، فلما ينزل راح اول شيء راح يسوي ضدي. كان المفروض اني اسوي، تدرون شنو كان المفروض اسوي؟ المفروض اسوي ضد تانت. فهني انا راح انزل دير، حركاته مو مهمه حيل. سكراتش كوك اتاك، سكراتش ستامب راح اوف كريتيكال ستامب. اشتغلت عليه البري، ما عنده يعني شيء يخرعني اني ما انزل اللي هو خرتيت، لانه بايك بوكيموني، فانا عارف بوكيموني ضعيف اصلا. عشان كذا انا قاعد احاول اني الفله. كلاود ليفل 13، متى يتعلم نايت سلاش، سكر بانش، الحركات الحلوه هذه اللي ودي اشوفها. فقاعد تقول ان هي خسرت، وان هي وعدت انها راح تطلع، فمفروض انها ما تخسر الطفل ومن الكلام هذا. راح تقعد تتكلم فترة طويلة وبعدين راح تمشي. فهذا البروفيسور راح اخذه واوديه حق بنته. راح يعطيني ايتم معين. هني كان قاعد يتكلم عن درف بلوم. هني لما تكلم وياهم يقول لك عن درف بلوم. درف بلوم مزعج جدا صراحة. كان بالجزء هذا درف بلوم نوع يعني شيء واجد عنده. خلينا نشوف هذا شنو يبي. هي ستس يو ام تيم كاركت بيت ذا باور بلاند. اي هاف ذير فور كم رانينج سو ذا تيم كاركت وير اف ذي. انت تخفست عليهم. وانفستيجيت انسايد. هذا طبعا كله يطلع متاخر، مو فاهم شيء. فا خلينا نشوف شنو راح يصير. يبي يروح يلحقهم الحين، يبي يتبارى وياهم. فبكذي انا راح اخلص الحلقه هني.
راح اروح على السريع اهيل بعدين اخلص الحلقه. الحلقه طولت حيل بسبب مونتاج التلفيل، راح احاول اني اختصر مونتاج التلفيل مونتاج ثاني، شوف شنو الوضع اللي راح يصير وياه. على العموم يعطيكم العافيه على المتابعه، مشكورين ومع السلامه.